مرحبا بكم أحبائي، أتمنى إن شاء الله أن تكونوا بخير، وأريد أن أتحدث معكم في هذا الفيديو البسيط شيئا ما عن الانتخابات في فرنسا وفوز السيد ماكرون على السيدة لوبين. هذا الفوز هو فوز جيد، فوز جميل طبعا لكل من يحب السلام وكل من يحب التعايش بين الشعوب، لكن أيضا الشيء المخيف هو وصول اليمين المتطرف في فرنسا إلى 35%، يعني 35% من الشعب الفرنسي، أي تقريبا 11 مليون فرنسي، يكره الأجانب. وكيفما كانوا، يعني يكره الأجانب كيفما كانوا، كانوا أجانب مسلمين، أجانب مسيحيين، أجانب يهود، كيفما كانوا يكرههم كرها كبيرا. أحد الأصدقاء أيضا من مشاهدي الصفحة قال بأنه كلامي كان خطأ المرة اللي فاتت، يعني في أحد الفيديوهات السابقة عندما قلت وتخوفت من صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وقال لي ألم تلاحظ، ها هو ماكرون فاز. لكن يا أخي، ما يخيف هو قوة اليمين. لو تعرف بأن اليمين في أوروبا لم يكن يصل إلى البرلمان قبل 10 سنوات. لوبين كان أبوها هو رئيس الحزب، كان لا يصل حتى إلى 5%، 10%. هي قبل 5 سنوات حصلت فقط على ما أذكر 15% على الأكثر. هذه السنة في الجولة الأولى حصلت على ما أظن 22% أو على هذا القدر، إلى الشيء الذي خولها لأن تلعب المرحلة، يعني تمر إلى المرحلة الثانية مع السيد ماكرون، والآن حصلت على 35%. مشكلة ماكرون أنه لا ينتمي لأي حزب، يعني ماكرون سوف يلقى صعوبة في إدارة السياسة الفرنسية لأنه لا ينتمي إلى الحزب الوسط اليميني ولا ينتمي إلى الحزب الوسط اليساري، يعني البرلمان سوف يجد فيه صعوبة، سوف يجد يعني صعوبة في سياسة تسيير الدولة. فرنسا الآن الكل فرحان ويصفق، طبعا شيء جميل أن السيد ماكرون فاز لأنه على الأقل ليس متطرفا بأفكاره، لكن المشكلة ستكون سياسته سياسة هرولية، هرولة سوف تحدث في السياسة الفرنسية. لوبين تعرف هذا، الآن هي وصلت إلى 35%، يعني بعد 5 سنوات ستحصل مشاكل في فرنسا في سياسة تدبير الدولة، وهذا ما سوف يجعل اليمين المتطرف بعد 5 سنوات 10 سنوات يمكن أن يفوزوا في هولندا بالحكم، يمكن أن يفوزوا في النمسا بالحكم، ألمانيا فيها انتخابات، سوف يدخل اليمين المتطرف في ألمانيا إلى البرلمان شئنا أم أبينا، سوف يدخل الأف دي البديل الألماني إلى البرلمان، في كل برلمانات الولايات دخلوا له، سوف يدخلون الآن أيضا في البرلمان بنسبة 12% 15%، لكن سوف يستغلون سوء التدبير وسوف يستغلون الفارق الذي يحصل بين الغني وبين الفقير. أيضا هناك كثير من الناس يرون بأن كل المشاكل هي بسبب الهجرة، بسبب سياسة الهجرة، بسبب سياسة اللاجئين، بسبب سياسة الطلبة الأجانب المهاجرين إلى آخره، سوف يستغلونها. وبعد 5 سنوات 10 سنوات إذا لم تغير أوروبا سياستها ولم تعتمد سياسة اجتماعية، سياسة اجتماعية تنقص بين الهوية الكبيرة من الفقر والغنى، ويعني تعمل سياسة من أجل تشغيل الشباب، من أجل دمج الشباب في المجتمع كيفما كانوا أجانب إلى آخره، سوف تسقط أغلب الحكومات الأوروبية في يد اليمين المتطرف غالبا إذا لم تتغير الأمور في هولندا، سوف تسقط هولندا في يد اليمين المتطرف، النمسا أيضا سوف تسقط في اليد اليمين المتطرف إذا لم تتغير الأمور. فرنسا مهددة بعد 5 سنوات أن تسقط في يد لوبين، السيدة لوبين وصلت الآن إلى 35%، بعد 5 سنوات ممكن أن تصل إلى تقريبا
51% وتفوز. أيضا الأفدي إذا لم تغير الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا سياستها وتصبح تستمع إلى الشعوب وتحاول أن تحل مشاكل الشعوب ومشاكل المهاجرين ومشاكل الإقامة وتحسن من وضعية المهاجرين واللاجئين والألمان والفرق بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية واتساع رقعة الفقر والأبناك التي أصبحت تسيطر بشكل كبير على المجتمع الأوروبي، ويعني الأبناك أصبحت تسيطر بشكل كبير على الحياة في أوروبا، وهذا يخيف كثيرا الأوروبيين. سوف أيضا ألمانيا بعد 5 سنوات 10 سنوات يمكن أن يكون الحزب الحاكم فيها هو من الأحزاب اليمينية، وهذا ما يخيفني. ما لا يخيفني الآن نقول فاز ماكرون، فقد حصل الأف دي على 15%، كذا كذا، لا لا لا، المشكل في المستقبل، المستقبل، لأنهم هؤلاء هذه الأحزاب لم تكن تبان، يعني لم تكن ترى في المجهر، لم تكن ترى، كانت تحصل فقط على 1% أو 2%، الآن أصبحت تحصل على 30% 50%. ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ أنا هذا ما يخيفني، وهذا ما أقول لكم يا أحبائي، استغلوا الفرصة، استغلوا الفرصة وتعلموا الألمانية واندمجوا، اندمجوا واحصلوا على إقامات دائمة، واحصلوا على جنسية إلى آخره، حتى إذا رغبتم في الاستثمار في بلدانكم أو الذهاب إلى مكان ما، تكون عندكم على الأقل إقامة، تكونوا جمعتم قسطا من المال، تكونتم اشتغلتم شيئا ما، كونتم أسرة، عندكم رأس مال، رأس مال، حتى لو حبيت بعد 10 سنوات ترجع إلى بلدك، تكون جمعت 50 ألف يورو، 100 ألف يورو، تعمل بها مشروع في بلدك، في أحد البلدان إلى آخره. أنا هذا ما أقول لكم، لا تضيعوا الفرصة، وأنا متشوق لقراءة رأيكم حول التحولات التي تحصل حاليا وجديدا في أوروبا حول اتجاه أغلب الدول الأوروبية نحو اليمين المتطرف. شكرا لكم وإلى اللقاء أحبائي.